أسيل العمري عبر إكس وهي من موريتانيا تقول: المرطبات التي تحوي روائح جميلة إذا استخدمتها المرأة وخرجت أمام الناس، هل حكمها كحكم العطورات؟ العبرة بالمرطبات وغيرها مما له رائحة إذا شمها غيرك منك خارج البيت فلها حكم الطيب، سواء كان طيبا مقصودا لذاتي أو مرطبات مشتملة على روائح عطرية، فإن شمها الأجانب منك فهذا يدخل في حكم شم الطيب من المرأة خارج بيتها، وفيه الوعيد أنها زانية حتى ترجع فتغسل عنها هذا الطيب وهذا العطر، والله أعلم.